أجرى جلالة الملك عبد الله الثاني اليوم في قصر الحسينية مباحثات مع سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية. تناولت علاقات التعاون بين البلدين وآخر تطورات الأوضاع في المنطقة والعالم. وأكد جلالته وولي العهد السعودي على ضرورة تكثيف التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، وذلك بما يحقق الأهداف المرجوة في ضوء المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين. كما بحث جلالته مع سمو الأمير محمد آليات تطوير التعاون العسكري والأمني، بالإضافة استعراض آخر المستجدات على القضايا الإقليمية الراهنة وفي مقدمتها الجهود المبذولة للتصدي لخطر الإرهاب. وفيما يتعلق بجهود تحقيق السلام في المنطقة، أعاد جلالته وسمو ولي العهد السعودي التأكيد على ضرورة تكثيف العمل من قبل مختلف الأطراف الفاعلة في المنطقة والعالم من تهيئة الظروف في الملائمة لإحياء عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي استنادا إلى حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية، بما يحقق تطلعات وآمال الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 4 حزيران عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية. بدوره أكد ولي العهد السعودي حرص بلاده بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على تعزيز علاقاتها الأخوية بالمملكة والتنسيق الدائم معها حول مختلف القضايا الراهنة التي تهم الأمتين العربية والإسلامية.